ويا مع البدايه شوف كمان حاول يمر، مر من الاول، حاول يمر من الثاني والتغطيه عليه، التغطيه عليه بشكل رائع، يحاول يمر تاليسكا، يغير الاتجاه، تغيير رائع، تغيير رائع، لمسه جميله منصور حاول فيها، يتقدم الان الغنام، لمسه تاليسكا، حاول حاول امام الجول، امام الجول، الله الله الله، مساء النصر، اجمل مواعيد، مساء العالمي، اجمل مواعيد، الطريقه برازيليه والاسلوب عالمي يا تاليسكا، تاليسكا ايقونه الفرح، تاليسكا يكتب المجد الجميل مع فارس نجد، يكتب المجد مع فارس نجد، الله على اللمسة وعلى التفاهم وعلى النقلة، الله يا غنام، الله على تاليسكا، واحدة ثنتين ثلاثة، واحدة من أجمل الأهداف، واحدة من أجمل اللمسات عند الهداف تاليسكا، أيقونة الفرح يا تاليسكا، أيقونة الفرح يا تاليسكا، الله الله، إنها البداية وليست النهاية، إنها البداية، إنه العاشق والعازف والموسيقار والفنان اللي يقول أحببت أن أكون فنانا، من تفنان يا ولدي، من تفنان يا ولدي، تاليسكا أيقونة الفرح الكاملة والابتسامة الرائعة لكل الجماهير، لكل الجماهير، عودة بيتي مهمة، لمسة الغنام كانت فيها حرفنا، التحرك من تاليسكا، شوف التغيير الاتجاه بشكل، الله الله على الاستلام، استلام حاول بيتي، هيا كرة يكمل، ولكن ايضا جمال باجندوح كمل معاه، ما زال محافظ على كورته، رودريغيز، جوناثان صلح كورته، بيتي مارتينيز فيها لمسة يد، حق 29 سنة لهذا الارجنتيني، انتو فاجست تشيلي لعب معاه، وهذه هذه الكرة الاخيرة اللي كان فيها، شوف 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 لعب الكرة، وبالتالي جمال باجندوح يأشر على الكتف، ارتور دياز راح يروح للبرتغالي الاخر، ارتو دياز يحتاج زاوية ثانية، وهو يكلم الان يحتاج الزاوية الثانية، خلاص خلاص اخذ القرار، وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة واضحة والقرار، والنصر الآن في طريقة لتسجيل الهدف الثاني، إلا إذا كان للشاب بدر العنزي حارس المرمى الشاب أمام بيتي مارتينيز، ركلة الجزاء، بيتي جول، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعالمي، بيتي مارتينيز بكل أريحية بكل ثقة وضعها على يمين حارس المرمى ليعلن النصر هنا في مارسول بارك الهدف الثاني، شوفوا بيتي مارتينيز وضع الكرة بكل هدوء، بكل هدوء، بيتي مارتينيز سجل الهدف الثاني، الهدف الثاني وضعها بكل ثقة وبكل أريحية وضعها بيتي مارتينيز ليعلن لأنصار النصر هنا في ملعب مارسول بارك بأننا قادمون على المنافسة، خلاص اشتد الدوري اليوم، فيما لو فاز النصر راح يكون هو الوصيف على 38 نقطة، 37 للشباب، 44 للاتحاد، والقادم الهلال اللي عنده مؤجلات واللي عنده مباراة ونتمنى له مع الجزيرة في مباراة اليوم، بيتي مارتينيز والخطأ ملعوبة للأمام، تحولت هذه خطيرة ما بالجول، الجول محاولة بالك، الله
تاليسكا يا عين عين عيني عليك يا تاليسكا. خلصت الكلام والحروف والكلمات مع جمال هدف تاليسكا. سيكون سحر الجمال سيعاد على كل الشاشات، ستكون اس اس سي ومنصة شاهد ستذيع ذلك الهدف في كل مكان، لأن سحر تاليسكا هنا يظهر في مرسو البار. يا عيني على روعة تاليسكا، هذا الروقان هو ركلة زاوية. ركلة زاوية لمصلحة الطائي، لعبة محاولة جول، جول للطائي، جول للأشهب، جول لفارس الشمال، لم يرمي المنديل، ها هو حاضر الظهير حسن الجبيري يقلص الفارق في الشوط الثاني. هذا الهدف قد يدخل الطائي إلى محطة ورغبة أخرى. هذه ركلة الزاوية، اللعبة موسونا، وهذه رأسية الظهير المتقدم، ما كان عنده رقابة، وبالتالي وضع رأسه حسن الجبيري الظهير وضعها في الزاوية البعيدة. 3-1، حلوة جميلة من حسن الجبيري، حولها برأسه، وبالتالي هدف أول لفارس الشمال. 3-1، 3-1 هنا في مرسول بار. سييرا بدأ الآن بعد هذا الهدف. فيغيرو الأرجنتيني مع أول حضور يغادر بعد ساعة كاملة من اللعب، أخذ ساعة. عبد الكريم القحطاني البديل، عبد الكريم القحطاني. ونس موري تقدم، ونس مار، موري مر من الأول، تاليسكا هيأ كورة في محاولة الآن، محاولة لتسديد، تسديد، الله! رابعة في المشوار، ويا حلو البدايات يا جوناثان، يا حلو البدايات، هكذا يكون الافتتاح، وهكذا يكون الختام على أقدام جوناثان. يا حلو البدايات، يا حلم المصافحة يا جوناثان رودريغيز، ركنها في الزاوية الصعبة. جوناثان مع أول حضور، مع أول مصافحة، مع أول كلمات، هاكم الآن، جاكم جوناثان، جاكم جوناثان يا نصراوية، جاكم الأورغوياني، جاكم اللي يعزف أحلى الأغاني، جاء ليصافح الكل مع الافتتاح، لكنها كلمات كانت في الختام، كلمات في الختام. إنها واحدة من رباعيات النصر الذي بدأها في هذا المشوار. تتذكرون بدأ بالأربعة من أمام ضمك، واختتمها في آخر مباريات بالأربعة من أمام الفيصلي. يا لذكريات مرسول.